هما عشرة الحوايج ما خصكش ديرهم هنا في البرازيل. قبل ما نبداو الفيديو اعطيونا لايك، اللي ما داير سبسكرايب يدير سبسكرايب، ويلا نمشيو باش نهضروا على هاد الحوايج اللي ممنوعه تدار في البرازيل. هما عشرة. خوتي هنا في البرازيل ممنوع، هنا في البرازيل دير بحال هكا، من تكون جالس في القهوه، تكون جالس في الريستورون، تكون جالس في الجردة، تكون جالس في اي بلاصه، ممنوع اخويا دير بحال هذه الجلسه هذه. حنا عندنا في المغرب بحال هكا عادي نورمال، هنا في البرازيل الا درتي بحال هذه الجلسه في القهوه في الريستورون في اي لعبه، هذه كتعني انك شاد جنسيا، يعني من صحاب الدومه، من صحاب صحاب صحاب، يعني كتعني انك فيك اللعبه. دونك اخويا الا جيتي للبرازيل سياحه، ولا جيتي باغي تسكن، ولا باغي تزوج، خاصك دير بحال هكا في اي بلاصه، خاصك اخويا فين ما جلستي، في قهوه، في ريستورون، في جرده، هذه هي الجلسه اللي خاصك دير اخويا هنا في البرازيل بحال هكا. هذه كتعني ترجليت هكا، كتعني دوك صحاب، راكم عارفين صحاب الدم وداكشي. دونك اخوتي ممنوع هنا في البرازيل ديروا بحال هكا. انا كنهضر معكم بالزربه، راه عرفتي الا دا شي واحد وشافني داير هكا راه يسحبني من صحاب الحسنات. دونك اخويا في البرازيل شوفوا اخوتي، هنايا في البرازيل جر بلا شكل كرسي، مقطعين لك اخويا شجره ديال الكوكو مقطعينها كامله وناحتينها ودايرين لك كرسي. حاجه ثانيه اخوتي في البرازيل، هنايا هنا في البرازيل ممنوع منعا كليا تلبس جوج تيشورتات، يعني تلبس تيشورت فوق تيشورت اخر، يعني تلبس جوج بلوزات ممنوع. هذه اللي درتيها اخويا هنا في البرازيل كتديك للحبس. دونك الا شدوك البوليس اخويا في الطريق ولقاوك لابس جوج ديال لي تيشيرت كتعني انك شفار. علاش؟ حيت الشفار اخويا من كيشفر، المعنى ديالها اخوتي هنا في البرازيل البوليس كيعتقدوا ان الشفار من كيشفر كيحيد التيشيرت الاولاني، يعني كيحيد عليه الشبهه، كيلوحو وكيبقى بداك التحتاني، باش حتى لان تمشيتي ديكلاريتي قلتي اخويا واحد الشفار راه كلابس تيشيرت زرق ولا كلابس احمر، كتكون نتايا لحتي داك الاحمر وداك الزرق لحتيه، وكتبقى بالبيض ولا بالخضر ولا بالصفر. هنا في البرازيل ممنوع اخويا تلبس جوج تيشورتات واحد فوق واحد. ليتس جو. حنا هنا اخوتي في الفافيلا، حنا في الفافيلا هانتوما كتشوفوا هذه الدخله ديال الفافيلا اخوتي. كما كتشوفوا اخوتي حنا هنا في الفافيلا، في الدخله الفافيلا هنا اخوتي، هنا في البرازيل ممنوع منعا كليا تستخدم ذاك المصطلح ديال غليظه، رقيق، كحل، زرق، احمر. خدمتي هذا المصطلح هنا في البرازيل غادي يودي بك للحبس، حيت هنا اول بلد ديمقراطي في العالم هو البرازيل. دونك اخويا باش تفادى المشاكل، تفادى الحبس، اللي لقيتيها غليظه قول ليها باللغه البرتغاليه فورتينيا، يعني قويه، او فورتينيو يعني قوي، او شي واحد لقيتيه اخويا كحل ما تعيطلوش بالبلاك، ولا تعيطلو بالعزي، ولا عيط له اخويا مورينو مورينو، كتعرفوا في الاغاني مورينا مورينو، هذا هو السبب. صو خوتي حنا كنكونوا غاديين كنصوروا في 10 الحوايج اللي ممنوع دير في البرازيل، ولكن كنتصادفوا مع شي حوايج خصنا نعلمكم بها. انا خوتي في البرازيل راه ماشي المغرب ولا اوروبا كامله، ماشي غير البرازيل، اوروبا كامله خويا، راه اي حي كتكون عنده مقبره ديالو، اي حي عنده مقبره ديالو. انا غندخل نوريكم المقابر ديال البرازيل كيفاش دايرين هنايا. صو خوتي حنا هنايا دابا في مقبره، هادي اخوتي مقبره مسيحيه ديال المسيحيين، الصليب ورايا وكلشي. راك ماشي في المغرب يا حبيبي، ماشي في المغرب اللي حداك المقابر الاسلاميه. هنا انا راني ساكن حدا ديك العماره الصفراء، انا كنوريكم دابا كل حي فيه مقبره مسيحيه. anyway خوتي انا كنصور لكم دابا انا جالس فوق قبر، ها انتما ها فين جالس، جالس فوق قبر صليب لهيه.
عادي اخويا هنا عادي. انا كنقول لك اخويا راه في اوروبا ولا في اي دوله اجنبيه ملي كتغرب ولا كتخرج، انا خارج من المقبره ملي كتغرب اخويا راه عادي عندك هادشي. انا ديجا نعست في المقابر فاش كنت عايش في الالمان، كنت عايش في الطاليان، ديجا اخويا نعست في المقابر بالليل. انا راني جالس في القبر ما على باليش حيت تعودت اخويا. اوروبا اخويا، اوروبا بصفه عامه، اوروبا اخويا صعيب المعيشه فيها، اقسم لك بالله الا صعيب تعيش فيها. ما كاينش داك القضيه ديال الخرب اللي غنى مسلم الغربه تبكي اللي عمره ما بكى، والخربات من بعد غنديروا فلوق على الخرب بالمعنى ديالهم، هما دوك الديور المهجورين اللي سمحوا فيهم النصارى وكيجيو المغاربه والجزائريه والتوانسه كيجيو كيعيشوا فيهم. داكشي راه ما بقاش. اي خربه كتدخل ليها اي دار مهجوره كتلقى فيها 70 مليون مغربي جزائري تونسي عايش فيها، وداكشي بحال الحبس بالبلايص، كل واحد بلاصتو منومره. دونك اخويا ما عندكش شي حل، كتمشي تعس المقبره. كتشوفوا هنا اخوتي في البرازيل، هنا في البرازيل كتلقى الاغلبيه ديال المنازل اخوتي كيحطوا لك هنايا في الباب ديال الدار ديالهم كما شفتوا، كيحطوا لك اخويا هذاك الباطو القديم ديال الشراع ديال عهد كريستوف كولومبوس. المعنى ديالها حيت ماجيلان اخويا ثقافه عامه، ماجيلان هو اللي اكتشف جمال البرتغال اخويا، جمال البرتغال بهذا الباطو اللي كتشوفوا راه جاب هذاك الباطو، هو اللي اكتشف البرازيل. دونك كيقدسوه كيحترموه حيت هو اللي اكتشفهم. اخوتي هذه اول كنيسه تبنات في البرازيل، البرازيل كلها اول كنيسه بناوها البرتغاليين. ما كتشوفوا اخوتي 1585 فاش تبنات الكنيسه، يعني في القرن الخامس عشر، القرن الخامس عشر. دونك اخوتي هذه اول كنيسه اللي كتشوفوها هنايا معايا، اول كنيسه تبنات في البرازيل اخوتي. Il saluto del mattino è una briciola di sonno alla ferma sui miei. Il saluto del mattino è una briciola di sonno alla ferma sui miei. Che mai che ci fa oggi? هنايا هذه اول دار سكن فيها ماجيلان، هذه هي الدار اللي سكن فيها ماجيلان. ملي كنقولوا ماجيلان، ماجيلان هو اللي اكتشف البرازيل. هذا هو السبب اخوتي البرازيل علاش الدوله الوحيده في امريكا اللاتينيه كتهضر باللغه البرتغاليه. اللي جيتوا تشوفوا اخوتي امريكا الجنوبيه او امريكا اللاتينيه كيهضروا باللغه الاسبانيه. الارجنتين، البيرو، الشيلي، كولومبيا، فنزويلا، بنما، مكسيك الى اخره، كلهم كيهضروا باللغه الاسبانيه. الدوله الوحيده اللي ما كتهضرش باللغه الاسبانيه ودوله وحيده هي البرازيل. هذه هي اول دار سكن فيها المكتشف ديال البرازيل هو ماجيلان. دونك اخوتي كما كتشوفوا هنا كاين السناسل ممنوع الدخول، ولكن حنا غادي ندخلوا. ماجيلان اخويا في البرازيل ممنوع تصبغ شعرك بالصفر، والكادوما يعني الموسطاش والكويديما ديالك ممنوع تصبغهم بالصفر كلهم. هنايا اخويا لا صبغتي شعرك بالصفر وصبغتي الموسطاش وصبغتي الكويديما والعيبات من اللحيه، هنا كتعتبر في البرازيل شاد جنسي، يعني كتعتبر من صحاب الدمات. في المغرب عادي، عندنا في الجزائر واقيلا عادي، ولكن اخويا هنايا الا بغيتي دير هادشي فقط صبغ شعرك بوحدو بالصفر
وخلي هادي وخلي هادي بالكحل اوكي. الا صبغتي كل شيء تودو هنا في البرازيل كتعتبر شاد جنسي. صوب بقاو لينا 4 ديال الحوايج غنكملوهم هنا في الدار حيت عييت عييت بزاف في الزنقه كانت ديبلاص من بلاصه لبلاصه. نكملو هنا في الدار احسن. الحاجه السادسه اخوتي هنا في البرازيل من تجي للبرازيل عندك اخويا دير التليفون ولا البسطام ديالك ولا الباسبور ديالك ديرو في الجيب اللوراني ولا القدام ولا هنا اخويا الا درتي هذه القضيه مشيتي فيها يسرقوك. ديما البسطام ديالك التليفون ديالك يكون اخويا في الصمطه يعني كتهز كتخشي التليفون والبسطام تاعك في الصمطه هنايا. الحاجه السابعه اخوتي هنا في البرازيل القوامج ديال الورد اللي فيهم الوريدات ها هي اخوتي بحال هذا الشكل هذا هنا يلبسوا القوامج بحال هذا النوع هذو في البرازيل جاي يعني شواد جنسيا. دونك اخويا حنا في المغرب عندنا في اوروب حنا اخويا عندنا في المغرب تونس الجزائر عندنا حنا داك الشيء عادي ولكن هنا في البرازيل الكونترير هنا في البرازيل اللي يلبس القوامج ديال الورد راه كتعتبر من صحاب. الحاجه الثامنه اخوتي هنا في البرازيل ضروري لا مش برازيل في البرازيل وفي اوروبا ديما بغيتي تشري شي حاجه ولا عند الحانوت ولا في الريستورون ولا في شي محل ديال اللباس بغيتي تقول له عطيني شي حاجه ديما كتسبق كلمه بور فافور او بور فابور بور فافوري ديما كتقول من فضلك. هنا خويا الا جيتي اخويا البرازيل وجيتي داخل شي محل واعطيني ديك وا غيشوفوا فيك واحد الشوفه خايبه ويقدروا كاع يسمعوك الهضره. ديما تمشي لشي بلاصه خويا عافاك او من فضلك او بور فافور او بور فابور عطيني هذه بغيت هذه ومن دير لك السيرفيس ديالك قول له شكرا حنا عندنا ما كايناش هذه القضيه هذه ورا ليا واحد الخبزه ودير فيها نص خبزه ورا ليا خبزه ودير فيها فرماجه. ومن كتاخذ اخويا السيرفيس كيقضي لك السيرفيس السيد كتقول له شكرا. حاجه التاسعه اللي مهمه بزاف وخلات لي عشتي انا فاش جيت اخوتي هنا للبرازيل اوروبا كاينه هذه القضيه هذه حنا عندنا في الدول الاسلاميه عندنا الكرم والجود. الحاجه اخوتي اللي خاصكم تردوا بال هي خويا لا في اوروبا لا في البرازيل كاينه هذه القضيه هذه. دونك مي تكون جالس اخويا في القهوه في ريستورون معروض مع ناس خصوصا مع اولاد البلاد ماشي العرب ولا المسلمين عندك اخويا تخلص على كل شيء خلص على راسك. هنا ما كاينش داك القانون بحال اللي عندنا في المغرب ولا في الجزائر يعني كي واحد كيخلص على كل شيء وعلى حسابي ولا لا. هنا خويا الا درتي هذه القضيه واخويا تيسيزيوك والله يا خويا تتبات في الزناقي يقول لك واخا ما يقولكش لا ولا حكا ولا واخي خليوك تخلص عليهم المره الجايه تكونوا مجموعين والله يا خويا لا خلص عليك شي واحد والله لا خلص عليك شي واحد يقولوا لك خلص منك البنادم الا ما كانش عندك يقول لك نسلفوك. هنا خويا تكون جالس مع البرازيليين في شي جلسه في شي قهوه في شي ريستورون خلص على راسك صافي ما تخلصش على الاخرين هذا هو القانون اللي كاين هنايا. والحاجه العاشره اللي مهمه اللي تقدر تديك للحبس اللي تقدر تديك للمقبره اللي تقدر تدي لك حياتك كامله هي هنا في البرازيل ممنوع منعا كليا ماشي ممنوع عند القانون الحكومه دايره يعني المجتمع القانون ديالهم الثقافه ديالهم هي اخويا ممنوع اخويا تصاحب ولا تزوج بشي فتاة ولا بشي مرا ولا شي بنت كانت ديجا في علاقة مع صاحبك. مثلا انا صاحبي برازيلي هنايا صاحبي تفارق هو وصاحبته ولا طلق هو ومرته نوض انا نمشي نتصاحب معاها ولا نوض انا نمشي نتزوج بها. داك خينا كيقول هاد خونا هذا هو السبب ديالي باش طلقت هاد خونا هو سببي باش تفارقت هاد خونا واقيلا كان كيحفر ليا من ورا ظهري دونك غيولي كيظن انك انت هو السبب اللي درتي له الطلاق ولا تفارقتي مع صاحبته ولا مع مرته غيولي تابعك. وهنايا كيتبعوا ماشي بالماس كيتبعوا ماشي بالبنيات ما كيتبعوش بالبنيات هنا كيتبعوك بالفراده فيما بعد على مرت صاحبك ولا صاحبه صاحبك ولا الاكس اكس اكس. كنظن هاد 10 النصائح كانوا مهمين بزاف. السلام عليكم.